بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة الدمام، عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، وكالة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، مادة النظام السياسي في الإسلام. معكم أخوكم صالح بن سليمان الضلعان. نرحب بكم في هذه المحاضرة، وأسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينفع بها، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وصلنا إلى في مراجعة هذه المادة، وهي مادة النظام السياسي في الإسلام، إلى موضوع أركان الدولة الإسلامية. صفحة 75 من الكتاب المقرر عليكم للدكتور خالد علي محمد علي، في صفحة 75 وصلنا إلى موضوع أركان الدولة الإسلامية. سنعرف يعني ما هي الدولة وما هي أركان الدولة، ثم بعد ذلك ندلف إلى التفصيل في أركان الدولة الإسلامية والأدلة على ذلك. أسأل الله عز وجل يوفقنا بكل خير. لا يفيد هنا يعني الاستعراضات الكثيرة حول تعريف الدولة، يعني هناك تعريفات كثيرة، ولكن اللي اختارها المؤلف في الكتاب أنها جماعة بشرية تقيم بصفة مستمرة على أرض معينة. هناك شروط في هذا التعريف، لو تلاحظون هذا التعريف مرة أخرى: جماعة بشرية تقيم بصفة مستمرة على أرض معينة، تخضع لحكومة منظمة تدير شؤونها الداخلية والخارجية. فهذا تعريف الدولة. فيتفق معظم كتاب السياسة والقانون على أن الأركان الأساسية للدولة هي أربعة، ونستعرضها لكم. أولها الحكم بما أنزل الله، وهي السيادة، وهي لحكم الله. الركن الثاني السلطة الحاكمة، وتسمى في الشريعة عندنا أولو الأمر. الركن الثالث الشعب. الركن الرابع الإقليم، وسوف نتناول ذلك بإذن الله. الركن الأول الحكم بما أنزل الله، وهما يسمونها الآن السيادة، كتاب السياسة بالسيادة. صاحب السلطة العليا في المجتمع والدولة، وهي القضية الأولى في أي نظام سياسي، هي نحن عندنا في الشريعة لحكم الله. السيادة في الدولة الإسلامية تكون لحكم الله عز وجل، وهذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. السيادة وهي الحكم لله عز وجل، الحكم بما أنزل الله، سوف نتناول أولا وجوب الحكم بما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله، والطريق إلى الحكم بما أنزل الله. يجب هذا الركن الأول الحكم بما أنزل الله، يتناول ثلاثة عناصر: وجوب الحكم بما أنزل الله، طيب ما الحكم العنصر الثاني، ما الحكم بغير ما أنزل الله، طيب لو إنسان أراد أن يحكم بما أنزل الله فما هو الطريق إلى ذلك. فتحكيم شرع الله أول العناصر، وهو التحكيم الحكم بما أنزل الله، هو واجب. ولذلك إن تحكيم شرع الله عز وجل هو مما أوجبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من مقتضى العبودية لله عز وجل والشهادة بالرسالة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. من أعرض عن ذلك، من أعرض عن الحكم والتحاكم إلى بما أنزل الله، فهو هذا أمر يوجب العقوبة والسخط من الله عز وجل.
فما تدين به جماعة المسلمين في كل مكان أنه يجب أن يتحاكم إلى شرع الله عز وجل. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول الإمام الشافعي أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن فرضا عليه وعلى من قبله والناس إذا حكموا أن يحكموا بالعدل. طيب ما معنى العدل؟ الأدلة دائما والنصوص تحث على العدل، فإن تنازعتم فيه فردوه إلى الله والرسول. يعني العدل اتباع حكمه المنزل، العدل أن نتبع حكم الله المنزل. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني هم أمراءهم الذين أمروا بطاعتهم، لأن ذلك الفرض لا منازعة فيه. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا بد الرد إلى كتاب الله وإلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالأدلة على ذلك كثيرة. في صفحة 79 يقول: وصفوة القول ما قاله شيخ الإسلام فلا في تعليقه على قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم، في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما. لو أتى سؤال: ما المطلوب شرعا لتحقيق هذا الركن الركين وهو تحكيم شرع الله عز وجل ووجوب حكم ما أنزل الله؟ أن تلتزم الدولة عقيدة أهل السنة والجماعة المتلقاة من الكتاب والسنة. ثانيا، التزام الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة. ثالثا، تحليل ما أحله الله ورسوله وتحليل ما حرمه الله ورسوله. رابعا، تطبيق النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإسلامية. خامسا، عدم مخالفة الدولة لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وقواعدها الكلية ومقاصد الشريعة وقواعدها الكلية وأصولها العامة. قد يسأل سائل يقول: طيب أنا الآن أنا عرفت الأدلة على الركن الأول وهو الحكم بما أنزل الله، سردتها لنا يا دكتور، طيب وجوب الحكم بما أنزل الله كيف أحقق هذا الركن؟ نقول: أن تلتزم الدولة بعقيدة أهل السنة والجماعة، أن تلتزم الدولة بأحكام الدين بالضرورة المعلومة من الدين بالضرورة، أن تحلل ما أحله الله وأن تحرم ما حرمه الله، وإيجاب العقاب المقرر لما خالف لما خالف ما وإيجاب العقاب المقرر لما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رابعا، تطبيق النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. خامسا، عدم مخالفة الدولة لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة ومقاصد الشريعة وقواعدها الكلية وأصولها العامة. الآن عرفنا العنصر الأول من أركان الدولة الإسلامية، عرفنا ركن الدولة الإسلامية الحكم بما أنزل الله، وذكرنا العنصر الأول فيه وجوب الحكم بما أنزل الله. ثم تحدثنا بعد ذلك كيف نحقق
هذا الركن عندما نريد تطبيق حكم تحكيم شرع الله عز وجل في الدولة وعلى أرض الواقع. العنصر الثاني في صفحة 81 من الكتاب: الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله. طيب، لو إنسان سأل قال الحكم بغير ما أنزل الله، ما هو؟ ما هو؟ نقول أن تحكم الدولة القوانين الفرنسية، تخلط بين قوانين بشرية وقوانين الإسلامية والأدلة. ولذلك السيادة في الدولة الإسلامية لحكم الله، وأنه يجب على الحاكم والمحكوم التحاكم إلى شرع الله. هذا شيء مقرر مثل ما قررناه في العنصر الأول. فلذلك الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل من المهمات، من المسائل العلمية الواقعية، ولذلك تجد كثير من الغلط فيها. يروي لنا التاريخ أن رجلا من الخوارج دخل على الخليفة المأمون، فقال له المأمون: ما حملك على خلافنا؟ فقال: آية في كتاب الله. قال: وما هي؟ قال: قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال له المأمون: ألك علم بأنها منزلة؟ قال: نعم. قال: وما دليل؟ قال: إجماع الأمة. قال: فما رضيت بإجماعهم في التنزيل، فارضى بإجماعهم في التأويل، يعني التأويل التفسير. قال: صدقت، السلام عليك يا أمير المؤمنين. فإذا كنت تعرف أنها منزلة من عند الله، فهل أنت تعلم تأويلها؟ فإذا أولتها التأويل، أولها بإجماع الأمة وما عليه الجمهور. لذلك لا اختلاف بين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين أن من حكم بغير ما أنزل الله من القوانين وأحكام الجاهلية هذا أمر منكر. ومن رأى أن الدولة الإسلامية في هذه العصور لا تناسب ولا يناسب أنها تحكم بشريعة الله عز وجل، فهذا يعتبر يعني قد خرج من الملة والدائرة الإسلامية. ثم بعد ذلك علماء أهل السنة يختلفون في كفر من حكم بغير ما أنزل الله من غير جحود، وهذه المسألة سوف نتناولها بالنقاط التالية. الحكم، الأصل في الحكام الكفر أم الإسلام؟ وتحدثنا في بعض المحاضرات السابقة التي تم تسجيلها وبثها لكم أن الأمر المتفق عليه أن الأصل في المسلم سواء حاكما أو محكوما بقاء إسلامه، بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال عنه بمقتضى الدليل الشرعي. لا نقول الدليل ومن لم يحكم بما أنزل الله، لو وجدنا أن حاكم حكام خرج وذكر بعض وأتى بحكم يخالف نص من النصوص أو أول أو هناك تأويل له فنحكم مباشرة عليه بالكفر، لا، لأن هناك محاذير في ذلك. أوحدها: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي رواية لمسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. فلذلك أنك تكفر من غير الرجوع لأهل العلم وعلماء الأمة، فقد تكفر الرجل وتنزل بعض الآيات والأحاديث عليه والنصوص، وقد لا يكفر بذلك هو لأنه متأول وعنده مرجع وعنده أو أنه يكون جاهل، فيرجع الكفر عليك، فهذا محذور شديد ومحذور عظيم. فلذلك علينا أن نحذر من التكفير. وثانيا: افتراء الكذب على الله، لأن التكفير حكم شرعي وحق لله، فلا يكفر ولا يكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعبارة أخرى: لا يكفر إلا من قام على تكفيره دليل لا معارض له من الكتاب والسنة.
يعني أنك تقول فلان ابن فلان كافر لابد تأتي بدليل واضح ونص لا معارض له من الكتاب والسنة. فلذلك التثبت في توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه في الشخص المعين. أهم هذه الشروط إقامة الحجة على هذا الشخص وزوال الشبهة عنه، قد يكون عنده شبهة من الشبهات تمنعه من معرفة الحق، فلذلك عدم التكفير إلا بعد أن يبين له من علماء الأمة أن هذا الأمر الذي وقعت فيه يوجب التكفير، وأنك تحكم بغير ما أنزل الله، ولو استمريت على ذلك فإنك ستقع في الكفر. فلذلك علينا أن نبين له، ولا يبين له أفراد الأمة، علماء الأمة تبين له بأسلوب ووعظ. فإذا كان يعني فرعون، وهو فرعون يأتي الله عز وجل قال اذهبا له وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذه النصوص تدل دلالة واضحة لا لبس فيها ولا غموض أنه لا تكفير إلا بعد قيام الحجة وزوال الشبهة. يقول شيخ الإسلام: فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك. من خاص هذا الأصل في المسلم الكفر أو الإسلام؟ نرجع الأصل في الحكام الكفر أم الإسلام؟ الأصل فيهم الإسلام، ولذلك لا تقام عليهم التكفير مثل بعض الطوائف في أنه يكفر فلان ويكفر فلان ويكفر، إلا بعد أن تقام الحجة وتزال الشبهة. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لا لا لا، من الأمور التي ينبغي أيضا أن نتناولها الحكم بغير ما أنزل الله من أي الكفرين. بسم الله. إذا كان الله عز وجل قد جعل الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر العملي، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالحكم بغير ما أنزل الله من أي النوعين؟ هل الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لما أنزل الله عمل يضاد بالإيمان من كل وجه ولا يحتمل ممن وقع فيه إلا الكفر الأكبر المخرج من الملة قولا واحدا، أم أنه يحتمل ممن تلبس به الكفر الأكبر وغيره؟ طبيعي الجواب الثاني. فلذلك يدل على ذلك ثلاث تقريرات من الأهمية بمكان تعين على إدراك الحق في هذه المسألة. التقرير الأول: تأكيد أكابر العلماء أن تكفير الحكام بإطلاق، جحدوا الحكم بالشريعة أم لم يجحدوا، استحلوا الحكم بالقوانين الوضعية أم لم يستحلوا، ليس من منهج أهل السنة، بل هو من صميم اعتقاد فرق الخوارج. ولذلك لا تكفير مطلق، ولا بد من إثبات الحجة وزوال الشبهة وبيان الحق لهم وعدم التسرع بذلك. وهذا يعني أن الحكم بغير ما أنزل الله من غير جحود كفر لا يخرج من الملة في إجماع أهل السنة، وأنه مما لا بد فيه من استفصال الواقع والنظر في حاله واعتقاده. فإن جحد الحكم بما أنزل الله واستحل الحكم بما يخالفه هنا يكفر. إذا خلاص إذا أنا أصلا لا أرى أن هذا الحكم يصلح لواقعنا وأنه هذا كلام قديم وأن فهنا يكفر. وهذه جملة من أقوال أهل العلم أستعرضها لكم تؤكد أن الحكم بغير ما أنزل الله من غير الجحود كفر لا يخرج من الملة. فعن ابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قلت: فما هو الكفر؟ قال: كفر لا يخرج من الملة. فهؤلاء جميعا من العلماء
قضوا أن الحاكم بغير ما أنزل الله هوى ومعصية، إذا كان هوى ومعصية أو خوفا ورغبة من غير جحود واستحلال، فهو مرتكب حراما وكبيرة من أعظم الكبائر، وأن كفره كفر معصية أو كفر عملي لا يخرج من الملة البتة. من القواعد والتقارير أن العلماء لم يكفروا من الحكام إلا من جحد الحكم بالشريعة واستحل الحكم بما يخالفها من القوانين الوضعية. فإذا جحد وجوب الحكم بما أنزل الله، أو ذهب إلى أن الحكم به وبغيره سواء، أو أن الحكم بما شرع الله لا يناسب العصور المتأخرة، خرج من الملة بالكلية. وهناك أدلة من صفحة 92 وصفحة إلى 94 و95 وصفحة 96 وصفحة 97 إلى قول صفحة 98، يقول الشيخ صفحة 98 من الكتاب: فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرا ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه. إذا قال أن الآن الحكم بغير ما أنزل الله أصلا جائز وحلال، وأصلا يجوز أن نحكم بغير ما شرع الله عز وجل، ثم قال الشيخ ابن السعدي: وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر، قد استحق من فعله العذاب الشديد، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في صفحة 99 في رقم 17، وقد اشتهر يعني في الكاتب نقل مقولة تعليق بن باز غفر الله العالي على رأي الشيخ، على رأي الألباني، فقال: فألفيتها كلمة قيمة، هذه صفحة 100، قد أصاب فيها الحق وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز من أحد من لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل. يعني أوه قلت هذا الحين هذا حكم بغير ما أنزل الله وقد فعل ذلك دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه، أنه قال هذا أصلا حلال فعلي. فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا والربا أو غيره من المحرمات المجمع على تحريمه، فقد كفر كفرا أكبر وظلم ظلما أكبر وفسق فسقا أكبر. ومن فعلها يعني أجاز مثلا هذه الأمور في مرسوم، مثلا مرسوم أو قانون، ولكن لم نعلم أنه هل استحل لها وقال أنها أصلا هذا أصلا حلال وأنه لا يخالف الشريعة وأصلا الشريعة متخلفة وكذا، كان كفره كفرا أصغر وظلمه ظلما أصغر، وهذا وهكذا فسقه. وهناك مقولة تقرر كلامنا اللي قلناه، وهو كلام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في صفحة 100: أما ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله فهو كما في كيف الكتاب، ينقسم إلى 3 أقسام: كفر وظلم وفسق، على حسب الأسباب التي بنى عليها هذا الحكم. 1، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله، يرسم يصدر قوانين تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله، فهذا لا يكفر، ولكنه بين الفسق وبين الظلم. 2، أما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة، يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه، فلا يكفر أيضا، لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة، ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا، فيحصل بذلك المخالف. 3، إذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه، يعتقد أنه ظالما في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإنا لا نستطيع أن نكفر هذا أيضا. شو كيف العلماء الكبار يصلون المسائل. 4، وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله، يقول أن الدستور هذا مثل حكم الله عز وجل وأنا أرى أنكم تعملون فيه، فإن هذا كافر
لأنه مكذب لقول الله: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقول عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم لا زال الكلام للعلامة ابن عثيمين غفر الله له: ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنه يجب الخروج عليه مظاهرات ومشاكل، لا، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت. ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع فيه الأمة العربية وغير العربية، وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا، فإن هذا من السفه بلا شك، وهو مخالف للشريعة. الإمام محمد بن عثيمين مات في عام 1420 قبل أن تقوم هذه الثورات، وهو رجل شوفوا كيف ينظر للواقع وللمستقبل. فهذا كلام أئمة الإسلام في القديم والحديث في هذه القضية الخطيرة، وهو محل إجماع بينهم. ننتقل للعنصر الثالث في صفحة 104: الطريق إلى الحكم بما أنزل الله في البلاد التي لا تطبق الشريعة الإسلامية. يعني هناك بلاد لا تطبق الشريعة الإسلامية، وهذا العنصر من صفحة 104 إلى صفحة 119. يعني ذكر المؤلف أن هناك طرق إلى الحكم بغير ما أنزل الله في بلاد تريد أن تطبق الشريعة وهي كانت لا تطبق الشريعة الإسلامية. فإذا كان الشرع الحنيف والشريف قد فرض على المسلمين الحكم بما أنزل الله، هذه قاعدة قررناها، فإنه كذلك قد أوضح الطريق السوية الموصلة إلى تحقيق ذلك. وذكر بعض الأدلة على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك بين لأمته كيفية تطبيق هذا الأمر. فصفحة مثلا 109 يقول الآجري المتوفى في سنة 360 في كتاب الشريعة: علامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذا الطريق، كتاب الله وسنن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي ومالك والشافعي ومن كان على مثلهم، ومجانبة كل طريق يبعد عن اتباع السنة. فهذه العملية وهي عملية التربية والتصفية، وهي الطريق إلى حكم شرع الله عز وجل وإلى تطبيق الشريعة في البلاد، تسير في خطين اثنين في آن واحد، ولا بد من التقائهما في نهاية هذين الخطين. أول الشق الأول تنقية العقيدة وتصفيتها من كل الشوائب التي خالطتها. الطريقة الثانية تربية أفراد الأمة وتنشئتهم على أساس من الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية وفق ما ورثناه من القرون الثلاثة المفضلة. فإذا أردنا أن نحكم بما أنزل الله والطريق إلى الحكم بما أنزل الله عز وجل في البلاد، لا بد من تنقية العقيدة وتنقية المصف العقيدة والدعوة إلى العقيدة، ثم بعد ذلك تربية أفراد الأمة وتنشئتهم على أساس من الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية. هذه العملية بشقيها هي التي سار عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن إقامة البنية الذاتية لجماعة المسلمة في العهد المكي، النبي صلى الله عليه وسلم بعث وعمره 40 سنة،
وهنا سؤال أوجه، متى مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم كان عمره لما مات عليه الصلاة والسلام؟ من يستطيع الإجابة عن طريق الشات؟ سؤال أوجهه لكم، أشوف منتبهين معي ولا لا. بعث وعمره 40. في الشات، ها من يجاوب؟ مات عمره 65. خطأ، أول إجابة خاطئة. سنة 60، سنة 55، عمره النبي، هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا اخواني واخواتي. اثنين وستين، ستون، 65. ما شاء الله، أعطونا الإجابات كاملة. عمره مات عليه الصلاة والسلام، صح أحسنت، 63. يعني كم يعني دعوته مكث فيها يعني 40 إلى 50، هذا 10، من 50 إلى 60 جلس عن 23 سنة يدعو إلى التوحيد. شوفوا كيف حياة النبي صلى الله عليه وسلم، 23 سنة. أحسنتم، في يعني الإجابات ممتازة، وإن كان بعضهم قرب من الإجابة 65. ما زين، أبو بكر كم مات عمره كم؟ أيضا 63 مات عمره عليه الصلاة والسلام، ومات كذلك أبو بكر وعمرهما 63. فبدأ في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد ويعد لذلك، يصفي المدعوين. فدعوة الأنبياء كلهم بدأوا بالتوحيد، إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره، وتستغرق هذا منهم يعني الوقت الطويل. فالدعوة إلى التوحيد هي الركيزة الأولى في أي دعوة إسلامية، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لذلك على الدعاة أن يبدأوا دائما إلى الدعوة إلى التوحيد، فإذا مكن التوحيد من قلوب المدعوين هذا هو أصل الأصول، تتدرج بعدين من الأهم إلى المهم، وهو الأمور الشرعية الأخرى. ولذلك على الدعاة أن يراجعوا، والعاملون للإسلام أن يراجعوا أنفسهم ويغيروا من مواقفهم ويستضيئوا بمنهج الأنبياء في البدء بالتوحيد والاهتمام به، وجعله منطلقا لدعوتهم. وهذا هو سبيل السلف، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ننتقل الآن للركن الثاني، الحكام. الركن الأول تكلمنا عن حكم بما أنزل الله والعناصر الثلاثة: وجوب الحكم بما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله، الطريق إلى الحكم بما أنزل الله، وذكرنا الطرق. سوف نتكلم عن الركن الثاني، الحكام.
مكانتهم، وجوب نصب الحكام، وجوب الإمامة، لأن في الشريعة حكام أو ولاة الأمر، كلها كلمات مترادفة، شروط الحاكم، طرق تولية الحاكم، تعدد الحكام والدول، قواعد تتعلق بالبيعة الشرعية ونذكرها، يعني وجوب عقد البيعة، جواز نصب المفضول مع وجود الفاضل، وهذه شرحتها لكم يعني في البث، في المحاضرات المسجلة التي تبث لكم. أولا العنصر الأول في هذا الركن الثاني مكانة الحكام، مكانة الحكام، ما وضع في الشريعة الوضع الشارع في هذه الرتبة الشريفة لهم، لأن السلطان به قوام الدين، هذه صفحة 121 اللي تابع معانا، فلا ينبغي أن يستحقر وإن كان ظالما أو فاسقا، بل لا بد أن يعرف له حقه. في صفحة 122 مما يدل على رفيع منزلة أولي الأمر في الشرع المطهر، أن الله قرن طاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم، كما في آية الأمراء. من يعرف ما هي آية الأمراء؟ من يجاوب لنا في الشات ما هي آية الأمراء؟ لو أتيت بكم بسؤال ما هي آية الأمراء، ثم بعد ذلك عددت لكم بعض الاختيارات، أتيت لكم بالآيات، أو أتيت لكم بالآية بعدين قلت هي تسمى آية الأمراء، آية الملوك، آية كذا، آية الرؤساء، أن تضع الإجابة عليها، ما هي آية الأمراء؟ من يجاوب؟ أحسنتم. وأطيعوا أولي الأمر منكم، يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هنا في خطأ، قال وأطيعوا أولي الأمر منكم. من يكتشف لنا الخطأ؟ أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. أحسنت، أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. لماذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن لو قلنا ذلك فنطيعهم في كل شيء، وهم قد يقعون بأخطاء، أما طاعة الله ورسوله نطيعهم في كل شيء، أما أولي الأمر نطيعهم فيما إذا أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نطيعهم، لا نطيعهم. مما يدل كذلك على رفيع منزلة أولي الأمر في الشرع المطهر، لا سيما إذا كانوا من العدول، وإذا كانوا أقاموا العدل، أن الله يدفع به القوي عن الضعيف والظالم عن المظلوم. ثم بعد ذلك ذكر بعض الأدلة على ذلك، أيضا الإجماع المنعقد على ذلك، أنه يجب طاعتهم فيما إذا لم يخالف الشرع. أيضا من الأمور التي نحرص عليها كذلك حديث الدال على فضيلة الإمام العادل وعظيم ثوابه، حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا، يعني إذا ما تولوا من أمور فهم يعدلون فيهم. ثم ذكر بعض الأحاديث، وسبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل. في صفحة 126 ذكر الإمام المراد بالإمام العادل، وهو صاحب الولاية العظمى، ويلتحق به كل من ولي شيء من أمور المسلمين فعدل فيه، ويؤيد ذلك إن المقسطين عند الله على منابر من نور. العنصر الثاني، إذا عرفنا مكانة ولي الأمر لابد أن نعرف هل يجب طاعتهم ولا ما يجب، يكون هناك إمام ملك ولا ما يجب. نعم يجب، ولذلك يجب نصب إمام يقوم بحراسة الدين وسياسة أمور المسلمين،
وكف أيدي المعتدين وإنصاف المظلومين من الظالمين ويأخذ الحقوق من مواقعها. ولذلك يقول بعض العلماء 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان، هذه صفحة 128 صفحة 129، حتى أن في صفحة 129 نقل مقولة للإمام النووي أنه لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينتصف للمظلومين ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها ويتولي الأمور فرض كفاية. بعدين ذكرنا ألقاب الإمام، وأتوقع أن تم شرح ذلك، وأتى لكم سؤال في الاختبار عن ألقاب الإمام وبعض الأدلة على ذلك. نراجع بعضها سريعا. يلقب بالخليفة وبولي الأمر وبالإمام، ويلقب بالسلطان، ويلقب بالملك وبأمير المؤمنين. لو نسأل سؤال، أول من نودي من الخلفاء بأمير المؤمنين من هو؟ ممتاز، عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب، ما شاء الله عليكم. هذا المقرر اللي نزلناه لكم في ما شاء الله مراجعين، ودخلتم فيه الاختبار. طيب، شروط الحاكم، العنصر الثالث، شروط الحاكم: أن يكون مكلفا، يعني التكليف، الذكورة، العلم والثقافة، الكفاية السياسية، أن يكون قرشيا، و أي سلامة الحواس والأعضاء. وأنتم قرأتم ذلك وعرفتم أن هناك في بعض الأمور فيها خلاف، منها العلم والثقافة، لأن البعض اشترط جمهور الفقهاء أن يكون صاحب، أن الإمام والرئيس والخليفة أن يكون صاحب وإمام بالثقافة الشرعية، وأن يكون مجتهدا. وذكرنا وهناك القول الصحيح أنه لا يشترط ذلك، هناك علماء يأتي بهم ويجتهد عن طريقهم وهم يبينون له الحق. أيضا من الأمور أن يكون قرشيا، بالنص الصحيح أنه الآن هذا ليس لا يطبق. الكفاية السياسية أن يكون عالما بوضوح فن السياسة، هذه كل العنصر هذا من صفحة 132 إلى 140. حنا نراجع بعض المعلومات ونأتي بها من باب تثبيت الأمور. فإذا مر عليكم سؤال وأنتم قرأتم ذلك وأراد الإنسان أن يسأل، فليسأل عن طريق الشات حتى نبين له ويكون هناك مدارسة. ولكن من خلال أسئلتي لكم أجد ما شاء الله عندكم تجاوب وإلمام بالمادة، عسى الله يوفقكم ييسر لكم كل خير. شروط الحاكم: أن اللي تقلد الرئاسة أو منصب الحكم لا بد له من التكليف، أن يكون مسلما، أن يكون نصرانيا أو يهوديا أو غير ذلك، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا. وذكر بعض الأدلة: أن يكون ذكرا، لا تصلح المرأة باتفاق العلماء، لا يفلح قوم ولوا امرأة. فذكر يعني في صفحة 132 لأنه ليس في ذلك انتقاص للمرأة أو حط من قدرها، بل هو في الحقيقة تكريم لها وصون لعفتها وحرص على ما تطلع به من دور هام في بناء الأجيال. ومن ثم فإن تقليد المرأة رئاسة الدولة وضع لها في غير موضعها التي فطرت عليه. وأيضا العدالة من الشروط، أن تكون أن يكون عدلا. وأيضا من الشروط في صفحة 140 سلامة الحواس والأعضاء، يعني السمع، البصر، النطق. فلا، هذا منصب خطير، والتقصير في ذلك يؤثر في العمل المنوط بولي الأمر. وثم ذكر قول الشوكاني. العنصر الرابع: طرق تولية ولي الأمر، كيف يولى
ولي الأمر هذا المنصب. الشريعة الإسلامية لم تترك هذا الأمر هملا، هناك طرق ثلاثة. الطريق الأول بيعة أهل الحل والعقد، الاستخلاف ولاية العهد. الأمر الثالث وذكرها المؤلف في صفحة 151 القهرية. هناك طرق ثلاثة لطرق تولية ولي الأمر: بيعة أهل الحل والعقد، وهذا احنا هذا العنصر من صفحة 141 إلى صفحة 155. طرق تولية الحكام ذكر المؤلف ثلاثة طرق: بيعة أهل الحل والعقد، وهما طائفتان من الأمة الإسلامية، أهل الاختيار من الأمراء الشيوخ العلماء وجاه المجتمع، ويشترط فيهم العدالة والعلم والرأي. الطائفة الثانية مؤهلون للحكم والسياسة، ونفس الشروط تنطبق عليهم، والدليل على ذلك بيعة شيخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر، بايعه كبار الصحابة في سقيفة بني ساعدة، لما بايعه عمر رضوان الله عليه والصحابة رضوان الله عليه، بايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار، وكانت قبل دفن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بيعة أهل الحل والعقد. الطريقة الثانية يكون حتى يكون إمام ورئيس وملك، يكون عن طريق الاستخلاف وولاية العهد. اللي بيسأل يسأل، اللي يضع السؤال وكنا نجاوب عليه إن شاء الله. استخلاف الإمام القائم وعهد بالإمامة إلى من بعده، وهذا بالجواز، لأن الصديق رضوان الله عليه عهد إلى من؟ إلى عمر، وعهد عمر كذلك إلى أهل الشورى، ولم ينكر ذلك من الصحابة، وهناك أدلة ذكرت في الكتاب، من أراد أن يأخذ بعض الأدلة على ذلك، لأن المحاضرة ذكرناها في المحاضرات المسجلة. الطريقة الثانية القهرية، وهي قهر صاحب الشوكة يعني صاحب القوة، فإذا خلى الوقت من الإمام فتصدى الإمامة من هو أهلها، وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة أو استخلاف، انعقدت بيعته ولزمت طاعته لينتظم شمل المسلمين. هنا في صفحة 152 قال، هناك خلاصة اللي تكلمنا عنه: إما بإيصاء الخليفة الأول بالوصية، إما بالتغلب على الناس، وإما ببيعة أهل الحل والعقد. ثم ذكر الأدلة على ذلك ترجعون إليها. الأمر الخامس، العنصر الخامس، تعدد الأئمة والسلاطين. إذا كانوا أقطار متباعدة يجوز، يعني يلابس بتاع صفحة 156: الأصل أن يكون المسلمين مثل قديما خليفة واحد، ولكن الآن تباعدت الدول وانتشر الإسلام، فيجوز لا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه. طيب، إذا قام من ينازعه الحكم فهنا هل تتعدد الأمور؟ لا، يجب أن يكون بيعتك للإمام الأول. ولذلك يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في صفحة 157: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحد من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. ويقول العلامة الصنعاني: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. فبدأ يشرح هذا الحديث، فقول عن الطاعة
أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم أمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليها الإسلام لقلت فائدته. وقوله وفارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم شملهم به، واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم. فلذلك في الحديث من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات فميتته ميتة جاهلية. الآن العنصر السادس، قواعد تتعلق بالإمامة أي بالبيعة. أول قواعد وجوب عقد البيعة وتحريم نقضها. البيعة دائما نقول البيعة هي معاهدة بين الحاكم والرعية على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري. هذا صفحة 159. ثم بدأ ذلك ذكر بعض العناصر في هذا الأمر نرجع إليها ونقرأها والأدلة على ذلك. القاعدة الثانية، وأنا يعني الكتاب كامل سينزل لكم إن شاء الله، وحددنا بقى اللي بالأصفر يكون معكم يعني المظلل عليه هو اللي يدخل إن شاء الله معكم في الاختبار، والاختبار يكون عن طريقين، على طريقتين، الطريقة الأولى إما صواب أو خطأ، والطريقة الثالثة اختيار من متعدد، والمتعدد يكون 4 اختيارات تختارون الأصح منهم، الأصح من الإجابة. وإن شاء الله الأمور طيبة، أسأل الله يوفقكم. القاعدة الثانية في صفحة 165، جواز نصب المفضول مع وجود الفاضل. واحد فاضل وعالم ولكن في مفضول يعني أقل منه، فهل يجوز أن ننصب المفضول مع وجود الفاضل؟ نعم، والأدلة ذكرها، خوفا إذا سيما إذا كان هناك في فتنة ولا يستقيم أمر الأمة إلا بذلك فيجوز ذلك. أيضا القاعدة الثالثة في قواعد تتعلق بالإمامة في صفحة 167، في الصبر على جور الحكام، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أنه يجب الصبر وعدم الخروج. معنا إلى صفحة 172، القاعدة الرابعة تحريم الخروج على حكام الظلم والجور بالثورات والانقلابات. يعني هنا في صفحة 172 يقول الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ندعو عليهم. هنا سؤال يقول كم سؤال في الاختبار النهائي؟ نقول 60 سؤال، 60 سؤال، 30 أنتم أخذتم في الاختبار والحضور وأيضا من الواجبات، والاختبار إن شاء الله 60، وتكون الأمور طيبة بإذن الله. علينا يعني أن نقرأ المادة بفهم وبعض الأمور فيها دقة، فعلينا أن نحرص على ما طرحته لكم، إن شاء الله بينزل لكم في المادة كاملة، نقرأ ما حددته لكم، وربنا عز وجل يوفق الجميع للخير. الموضوع الطويل في هذا هو القواعد كلها تأكيدا على عدم الخروج على الإمام، أيضا من الواجبات صفحة 187، نعم، من الواجبات ولي الأمر أو وظائف الدولة
في صفحة 187، هل تكون أسئلة الاختبار من أسئلة الاختبار الفصلي والواجبات؟ نعم، بعضها، مو كلها، ستكون هناك بعض الواجبات، وتكون بعض الأسئلة الجديدة خاصة اختبار الفصلي، سيكون منه بعض الأسئلة. نعم، إذا في سؤال آخر في الشات أعطنا الواحد. الموجود معكم ما راح تحذف شيء من الأدلة، الموجود إن شاء الله بينزل لكم في المقرر اللي معكم في الاختبار حق الفصلي، معاكم كذلك بيأتي أيضا جزئين، هي عبارة عن 3 أجزاء المادة، لأن في شيء خارج الكتاب، العلمانية والديمقراطية وغيرها، ستنزل لكم إن شاء الله، وبتكون أيضا محددة.